مشارك غادي يتأهلوا منهم 16 فارس ممثلين لولاية البيض ليتأهلوا للمرحلة النهائية إن شاء الله في ولاية تيبازا بداية من فتح جوان دازم هو اليوم العالمي للطفولة. وكذلك الاخير هذا البرنامج كنا في رعايه تسميه من السيد وزير الشباب والرياضه والسيد والي ولايه البيض اللي كان مشاركه 252 عداء ممثلين من 22 بلديه لولايه البيض، كل بلد شاركت معنا. ان شاء الله نتلاقوا ان شاء الله في العدل وخط الوصول لتكريم الفائزين اللي غادي يكونوا فرسان تاع ولايه البيض اللي تاهلوا الى المرحله النهائيه على مستوى ولاية تيبازا بداية من فتح جوان تزامنا مع اليوم العالمي للطفولة.